بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد جاء الإسلام بمجموعة من الأخلاق التي تعزز العلاقات الإنسانية والاجتماعية، والتي تبعث وتنشر المحبة والخير بين الناس لينالوا الأجر والثواب بالامتثال والاتباع. ففي الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اجتمع الناس حوله، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا الحديث الشريف يشتمل على 4 وصايا نبوية جليلة: من تمسك بها وعمل بها وتخلق بأخلاقها نال الثواب في الدنيا والآخرة. أما عن الوصية الأولى وهي إفشاء السلام، هذه الوصية العظيمة أول سبب للتآلف ومفتاح واستجلاب للمودة بين الناس، بها يعم الأمن والأمان وينتشر الود والاطمئنان، والمقصود من إفشاء السلام نشره والإكثار منه. والسلام هو اسم من أسماء الله الحسنى، فالله هو السلام ومنه السلام، وهذا السلام طريق موصل للمحبة بين عباد الله، وسبب من أسباب دخول الجنة برحمة الله وفضله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. كما أن إفشاء السلام هو حق من حقوق المسلمين فيما بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فهذا السلام هو عظيم، وهو من خير خصال الإسلام. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. فبدل السلام يوزل الوحشة ويبعد الغيظ ويبعث الاطمئنان ويبعد عن الخصال المدمومة من كبر واحتقار ونحوهما. كما أن السلام فيه من الفضائل والخيرات ما ليس في غيره، فهو تحية أهل الجنة. يقول تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهو كذلك من خصائص هذه الأمة المحمدية، وسبب في زيادة الأجر والثواب لمن أفشاه ورده بمثله أو بأحسن منه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال 30. رواه الطبراني. ويقول عز من قائل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. أما الوصية الثانية المتضمنة في هذا الحديث النبوي الشريف، هي كذلك من أعظم الأخلاق التي جاء بها ديننا الحنيف. فإطعام الطعام وإكرام الناس موجب للمحبة والتآلف، ورابط اجتماعي يقوي العلاقات بين الخلق، به ينال العبد الأجر والثواب لمن خلصت نيته لله تعالى. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا العمل يحبه الله ويجازي من أكرم خلقه بالجنة.
فعن هاني أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ قال: عليك بحسن الكلام وبدل الطعام. رواه الطبراني. ويقول الإمام الخطابي المحدث الفقيه في شرح هذا الحديث: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلها، أي أفضل الأعمال، إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدان، ثم جعل خير الأقوال في البر والإكرام إفشاء السلام الذي يعم ولا يخص، حتى يكون بريئا من حظ النفس والتصنع، لأنه شعار الإسلام. وتزداد فضيلة إطعام الطعام وبدله في وقت الحاجة وضيق العيش أكثر من غيره. قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم فيه شدة جوع وحاجة. كما أن إطعام الطعام وإكرام الضيوف من كمال الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وأكتفي بهذا القدر. وإلى أن نتم ما تبقى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين، والحمد لله رب العالمين.